بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة رح نتعرف على الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية. هذه الدوال جدا مهمة في موضوع التفاضل والتكامل. الدالة الأسية تعرف بالشكل إذا كانت if A is a positive number, هو عدد موجب, and X any function. We define, نعرف الدالة الأسية, the exponential, راح أختصرها بهذا الشكل, as, تعرف الشكل, y تساوي a أس x, والa هو عدد موجب مثل ما ذكرنا بالتعريف. أما الx فهو دالة. خواص هذه الدالة: properties of exponential function. الخاصية الأولى: a أس x في a أس y تساوي a أس x زائد y. لاحظ الأساس, ما هو الأساس؟ a. فإذا تشابه الأساس أقدر أجمع الأس, تجمع الأسس للأساسات المتشابهة, فجمعت الأس. a أس x على a أس y, اكتبها بالشكل a أس x ناقص y. عند القسمة تطرح الأسس للأساسات المتشابهة. طبعا هنا الـ a أس y لا تساوي صفر, لأنه بالمقام ما يصير تكون قيمتها صفر, لأن تنطيني كمية غير معرفة. الخاصية الثالثة: a أس x مرفوعة للأس y. عند الرفع تضرب الأسس a أس x في y. أما الخاصية الرابعة فهي a في b للأس x. لاحظ a في b الأساسات مختلفة, a و b, الأس واحد اللي هو x, تساوي a أس x في b أس x. وزعت هذا الأس على ال a وال b. الخاصية رقم خمسة: a أس x على y, أقدر أكتبها بالشكل جذر y, الواي بالمقام, إذن جذر y لل a أس x. الخاصية رقم ستة هي a أس ناقص x تساوي واحد على a أس x, لأنه الأس مرفوع لدالة إشارتها سالبة, فالأس هذا السالب راح ينزل, يخلي الدالة كلها تنزل بالمقام a أس x, تتحول الإشارة إلى موجبة. and a أس x تساوي واحد على a أس ناقص x. لاحظ هنا موجب, من أنزل المقام يصير الأس سالب. الخاصية رقم سبعة: a أس x تساوي a أس y. هذا شنو معناه؟ معناه أن ال x تساوي y. إذا كانت ال a أس x تساوي a أس y, معناتها ال x تساوي y. الخاصية رقم ثمانية: a أس صفر تساوي واحد. هذه الخاصية كل احنا نعرفها. إذن هذه هي خواص الدالة الأسية. بالنسبة إلى الدالة اللوغاريتمية, الدالة الثانية اللي هي الدالة اللوغاريتمية, لوغاريتم
If A is any positive number other than 1، يعني الـ A هي أي عدد موجب ما عدا الواحد، أي عدد موجب ما عدا الواحد other than 1. Then the logarithm function of x، ما هي الاكس؟ الاكس هي دالة. logarithm function of x to the base a، القاعدة أو الأساس a denote by، ارمز له بالرمز y تساوي لوغارتم الأساس a للدالة x أو لن x. هنا ما هو الأساس؟ هذا الأساس a، لكن هنا الأساس هو e، هذا هو الأساس. طبعا الأكس الدالة أكس، أكس أكبر من الصفر، لاحظ الأكس أكبر من الصفر. خواص هذه الدالة، الخاصية الأولى إذا كانت y تساوي a أس x فإن ال x تساوي لوغارتم الأساس a لل y، ال y تساوي a أس x فإن x لاحظ الأس يساوي لوغارتم الأساس a، ال a هو أساس والاكس هي اس، المن للواي، طبعا الاكس هنا والواي هي اكبر من صفر. مثلا اذا عدنا اي اس اكس تساوي واي، هذه الاي اس اكس تساوي واي، راح اطبق عليها. اذا اخذ 10 أس 3 ما هو الأساس؟ الأساس هذا 10، هذا الأساس، وما هو الأس؟ هو 3 تساوي، طبعا ما هي 10 أس 3؟ يعني كم صفر؟ إذا تساوي 1000. معناها هذا شنو يعني؟ هذا يعني إن لوغارتم الأساس، الأساس شوف الأساس 10 وين كتبته؟ للواي تساوي لوغارتم الأساس أي للواي تساوي 3 تساوي الأس. من هي الواي؟ شوف 10 أس 3 فتحتها شنو تصير؟ ألف، فهذه هي الواي وهذا بقى الأساس وهذا الأس، فكتبته بهذا الشكل. خاصية رقم 2، لوغارتم الإي تساوي لن،
مثلا y تساوي e للأس x. لوغارتم ال e للy يساوي x. إذن ln الy يساوي x. راح تسألني راح تقلي معناته هل إن ln هو نفسه دالة اللوغارتم؟ هل إن ln هو نفسه دالة اللوغارتم؟ ln ال e طبعا هنا هو لوغارتم الاي للاي ليساوي واحد. طبعا ولان الواحد احنا كلنا نعرفه، لان الواحد ما هو لوغارتم الاي للواحد تساوي صفر. طبعا اللين دالة اللين اذا ارسمها دالة اللوغارتم، خلينا نقول دالة اللوغارتم اذا ارسمها راح ارسمها بهذا الشكل. شوف شلون راح ارسمها، هذه اللوغ اللين يعني تقريبا نفس الرسم بس شوية ترتفع عنها، يعني بهذا الشكل شوية تقترب منها ترتفع. هو نفس الرسم بس ترتفع شوية، هذه دالة اللين. هي نفسها لكن غير متطابقة، يعني اللين لا تطابق اللوغ لكن هو نفس الرسم. وخلي ببالك ان لوغ الواحد يساوي صفر، لان الواحد يساوي صفر. هذه القاعدة لا تنساها، تقريبا هي نفسها لكن من اجي ارسمها يعني ما تتطابق الدالتين، مو نفس التطابق مو نفس الرسمة الهم. شوي خل ارفع هاي الدالة بهذا الشكل، هذا اتجاهها، هذه اللوغ وهذه اللين نفس الرسم لكن غير متطابقة. الخاصية يا خاصية وصلنا يا رقم ثلاثة، لوغ الأي للأكس يساوي لن أكس على لن الأي. دائما أحيانا تجي لك مثلا لوغ الخمسة مثلا للسبعة، فهذه لازم تستخرجها بالحاسبة. بالحاسبة احنا شنو عندنا؟ ما عندنا لوغارتم الخمسة، ما عندنا، لا يوجد لوغ الخمسة بالحاسبة. فش راح تسوي؟ لازم تحولها، فلازم شنو تستخرج؟ تستخرج لوغ، حتى تستخرجها شنو راح تحولها؟ راح تحولها لن الاكس على لن الاي. هذه حتى استخرجها شنو راح نسوي؟ راح نكتبها لن السبعة على لن الخمسة بهذا الشكل. هذه تقدر تستخرجها باستخدام الحاسبة، بس انتبه. خاصية رقم أربعة، قبل شوية نوهنا عنها. خاصية رقم أربعة هي اللين الاي، بس خلينا نكتبها كخاصية لوحدها، تساوينا لوغ الأساس اي للاي وتساوينا واحد. وذكرنا ان لين الواحد يساوينا لوغ أساس اي للواحد يساوي صفر. والخاصية رقم خمسة هي اي أس اكس تساوي اي للأس اكس لن اي. اي اس اكس تساوي اي للاس اكس لن اي. هذه طبعا شلون اقدر اكتبها؟ اقدر اكتبها اي للاس لن اي اس اكس، ترجع، لان لماذا ترجع؟ هذه اذا تلاحظ هذه ترجع للداله اي اس اكس، لان اللن مع الداله الاسيه تلغي، فراح ترجع للدالة الأصلية نفسها. الخاصية رقم سبعة ستة عفوا، خاصية رقم ستة لوغ الأي للأكس زائد واي تساوي لوغ الأساس أي للأكس زائد لوغ الأساس أي للواي.
احيانا شنو نكتبها دائما؟ لن x زائد y تساوي لن x زائدا لن y بهذا الشكل. خاصية رقم 7 هي log ال a لل x على y هي log ال a لل x log ال a لل y أو لن x على y يساوي لن x ناقص لن y بهذا الشكل. خاصية رقم 8 log a x أس y تساوي لنا y log a لل x. تسعة a أس ما لا نهاية تساوي لنا ما لا نهاية و a أس سالب a أس سالب ما لا نهاية تساوي لنا واحد على a أس ما لا نهاية، لأن قلنا هذه الإشارة السالبة فكلها أنزلها للمقام تساوي لنا واحد على ما لا نهاية، لأن a أس ما لا نهاية ما هي؟ هي ما لا نهاية فراح أعوض عنها فتساوي صفر، والأي هنا هي أكبر من واحد. خاصية رقم 10 هي أي أس ما لا نهاية تساوي صفر. فارزة أي أس سالب ما لا نهاية تساوي لنا واحد على أي أس ما لا نهاية وتساوي واحد على صفر. أي أس ما لا نهاية عوضنا عنها اللي هي صفر، هاي إذا كانت، يعني هنا إذا تلاحظ راح تسألني راح تقلي هنا قبل شوية كتبنا أي أس ما لا نهاية ما لا نهاية وبعدين قلنا أي أس ما لا نهاية يساوي صفر، إف يعني إذا قد تكون الحالة الأولى اللي هي أي أس ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية، أو قد تكون الحالة الثانية اللي هي أي أس ما لا نهاية تساوي صفر. فإذا كانت تساوي صفر فمن تنزل للمقام أي أس سالب ما لا نهاية، لأن هذا كله راح نزله للمقام لأن إشارة الأس سالب، فمن أجي أعوض عنه بالصفر واحد على صفر شنو ينطينا؟ ينطينا ما لا نهاية. طبعا هنا يمتى؟ عندما أي أقل من واحد. لاحظ من الصير أي أس ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية لازم الأي أكبر من واحد، بس من الصير أي أس ما لا نهاية تساوي صفر لازم الأي أقل من واحد. هذه هي خواص الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية. بس ما ننسى احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة انه اي دالة ناخذها راح ناخذ الرينج والدومين، الها دومين الدالة اللوغاريتمية جدا مهم، الدومين هو اكس اكبر من صفر والرينج هو كل قيم ار، كل قيم ار تساوي الرينج. دومين هو أكبر من صفر، فعلا إذا نلاحظ الدومين هنا بالرسم، لأن دومين لأن لن أو لوغارتم الصفر غير معرف، فمن الواحد هذه واحد قيمتها فهو أكبر من الصفر، لأنه لوغارتم الواحد معرف اللي هو صفر، لكن لوغارتم الصفر غير معرف. زين خلينا ناخذ نوع آخر من الدوال، الدالة المثلثية، دوال جدا مهمة، تراجينومترك الدوال المثلثية. طبعا هذه الدوال نقدر نستخرجها من دائرة الوحدة. ما هي دائرة الوحدة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ هذه دائرة الوحدة، هذه الدائرة سميت بهذا الاسم لأن نصف القطر لها يساوي واحد، هذا واحد قيمته، نصف القطر يساوي واحد، هذه الزاوية، هذه الزاوية ثيتا، وهذا واي وهذا اكس.
هذا المثلث القائم الزاوية. طبعا أول دالة ساين ثيتا تساوي المقابل على الوتر. وين المقابل؟ هذا المقابل المن للزاوية ثيتا. هذه الزاوية ثيتا المقابل إلها من هو؟ هو واي. وما هو الوتر؟ هذا الوتر اللي هو واحد، راح أخليه واحد هنا حتى أقدر أستخرج القوانين. إذا من عندها شنو راح أحصل؟ إن الواي تساوي ساين ثيتا، الواي تساوي ساين ثيتا. الكوساين ثيتا راح يساوي المجاور على الوتر. وما هو المجاور للزاوية؟ هو اكس. الوتر قيمته واحد، نطيته هنا واحد لان جاي استخرجه من دائرة الوحدة. اذا احصل ان اكس تساوي كوساين ثيتا. هذا اول قانون اللي هو واي تساوي ساين ثيتا. وهذا القانون الثاني اللي هو اكس تساوي ساين كوساين ثيتا، استخرجته من دائرة الوحدة. التان ثيتا، تان يساوي المقابل على المجاور اللي هو واي على اكس. صارت واي واضحة بالنسبة لنا، وايضا اكس واضحة. اذا التان ثيتا تساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا. طبعا هنا الثيتا هي زاوية مقدرة. طبعا من المثلث نستطيع إيجاد علاقة، نقدر من هذا المثلث نجد من نظرية فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية. عندنا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمين. ما هما الضلعين القائمين؟ اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي واحد. وعرفنا ان الاكس تربيع نستبدل اكس تربيع بالكوساين تربيع، وواي تربيع نستبدلها بالساين تربيع. اذا صارت عندنا ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا تساوي واحد. هذا القانون جدا مهم، لان من عنده اقدر استنتج باقي القوانين. فهذا قانون جدا مهم. الان نقدر نجد المعكوسات. توجد ثلاث دوال مثلثية أخرى هي معكوسات لهذه النسب اللي أخذتها سابقا، اللي هي الساين والكوساين والتان. فمعكوسات النسب ساين ثيتا وكوساين ثيتا والتان ثيتا هي: معكوسات النسب هي السيكن ثيتا يساوي واحد على كوساين ثيتا. طبعا شوف اذا هنا أنا بديت بالاس فمعناتها لازم عندك هنا سي معكوس. بعد عندنا الكوسيكن ثيتا، لاحظ هنا سي، اذا لازم عندي بالمقام اس واحد على ساين ثيتا. والكوتان ثيتا هو واحد على تان
ثيتا، يعني واحد على ساين ثيتا على كوساين ثيتا. التان هو ساين على كوساين، فشنو راح يصير؟ كوساين ثيتا على ساين ثيتا، هذا هو الكوتان ثيتا. مجال هذه الدوال الدومين إلها، الدالة الأولى اللي هي واي تساوي ساين اكس، راح استخدم اكس واي هنا. أول شي راح أرسم هذه الدالة، شوف شو راح نرسمها، تابع وياي. نقدر من الرسم نستخرج الدومين إلها وأيضا الرينج. طبعا هذه الدالة بالرسم هذا الصفر، فلاحظ من الصفر هذا الواحد، وهنا هذا السالب واحد. إذا غير الرسمة شوية، لا خليها حتى تصير واضحة. راح تنزل وين؟ لازم تنزل للواحد، وهكذا طبعا تستمر. هنا أيضا تنزل للسالب واحد وترجع ترتفع للواحد توصل وتستمر. القيم الموجودة هنا هذا الصفر، هنا عدنا باي على اثنين، وهنا عدنا باي، هنا ثلاثة باي على اثنين، واستمر طبعا هنا اثنين باي، هذه اثنين باي النقطة، هذه باي، هذه باي على اثنين، هذه الصفر، هنا السالب باي على اثنين هذه النقطة، وهنا سالب باي، وهنا سالب ثلاثة باي على اثنين، واستمر إلى أن أصل إلى اثنين باي هنا، وترجع ترجع الدور بدورة مقدارها اثنين باي، ترجع الدور من جديد. من خلال الرسم لاحظ المجال، شوف المجال، المجال قيم x. ما هي قيم x؟ قيم x جاي تاخذ كل قيم r، اذا الدومين إلها الدومين كل قيم R، لكن الرينج، الرينج ما هو قيم Y. شوف الواي بمن محصورة؟ بين الواحد والسالب واحد، قيم الواي محصورة بين الواحد وبين السالب واحد، إذن هي بين الواحد وبين السالب واحد، هذه قيم الرينج لهذه الدالة اللي هي Y تساوي ساين اكس. هذه قيم الرينج لهذه الدالة، الدالة واي تساوي ساين اكس. بالنسبة الى الكوساين، الكوساين دالة الكوساين واي تساوي كوساين X. الآن من أرسم هذه الدالة هذا الواحد وهذا السالب واحد، لاحظ الدالة شلون ترسم.
هذه هي دالة الكوساين. هنا أنا أيضا عندنا باي على 2، وهنا 3 باي على 2، وهنا 2 باي، وهكذا الدور تكمل وترجع الدور بنفس الطريقة اللي سويناها ويا الساين. إذا أيضا هي دورتها 2 باي، تكمل ال 2 باي وترجع الدور نفس الدورة. فالدومين إلها دومين هو كل الآر إذا تلاحظ على كل المجال، والرينج أيضا محددة بين منو ومنو، بين الواحد والسالب واحد. بالنسبة إلى الدالة الثالثة اللي هي التان، التان اكس واي تساوي تان اكس، أيضا من أجي أرسم هذه الدالة. طبعا هذه الدالة تحتوي على محاذيات رأسية، ترسم بهذا الشكل. هنا هذه 2 باي، عفوا باي على 2، دالة غير معرفة عند الباي على 2. هذه الباي نفس الحالة، هنا سالب باي على 2، وهذه الباي من جهة السالب. فالدالة من أجي أرسمها هنا، لاحظ شلون راح أرسمها، ما راح أخليها يعني ما راح ترسم على الباي على 2، قريبة جدا للباي على 2. لماذا؟ لأن عند الباي على 2 غير معرفة الدالة. أنا متأكدة أنه هذه الأمور أنتم ماخذينها بالإعدادية، فقط جاي نذكر بيها. طبعا هنا أنا أيضا عندنا محاذي آخر نفس الحالة، راح أرسمها بهذا الشكل. هذا الباي هنا، فراح تجي الدالة قريبة إلى وتستمر بنفس الطريقة بهذا الشكل، وهكذا استمر بنفس الطريقة. هذه هي دالة التان. دومين هذه الدالة دومين، طبعا التان ما هي تان اكس، هي ساين اكس على كوساين اكس. ما ننسى عندنا هذه الدالة كسرية، اذا تلاحظ راح تاخذ الدومين الها هو كل الار ما عدا اصفار المقام، يعني اصفار الكوساين، لان الكوساين بالمقام، اصفار الكوساين اكس، كوساين اكس بالمقام هي باي على 2، كوساين الباي على 2 صفر. تساوي صفر، لذلك اذا تلاحظ بالرسم استثنيت الباي على 2 لان الدالة غير معرفة عندها. فكوساين الباي على 2 هو صفر، اذا راح استثنيها. فالدومين بهذه الحالة راح يصير كل الار ما عدا باي على 2. زين باي على 2 وحدة؟ لا طبعا، لان الدالة جاي تدور، فراح نضيف لها زائد او ناقص ان باي، لان بكل مرة جاي تدور راح تستثني كل باي على 2. من وصلنا لهنا شنو استثنينا؟ استثنينا هذه القيمة، لان هذه القيمة الدالة غير معرفة عندها. اذا بهذه الحالة راح استثني الباي على 2 زائد ان باي، يعني نضيف نصف دورة، يعني ما راح يدور دورة كاملة، يعني ما راح يدور دورة كاملة منا حد ما يوصل للباي، لا نستثني كل نصف دورة، كل نصف دورة استثنيها.
ولذلك خليت الدومين هو R يساوي باي على 2 زائد ناقص N باي، وطبعا الN هنا أنا لأن هذا الكلام ينطبق على جهة السالب، يعني سالب باي على 2 ناقص N باي، فالN هي 0 1 2 واستمر. راح تقولي ليش خليتي هنا إشارة سالبة؟ لأن مثل ما ذكرت أنه أنا جاي أعالج الجزء الموجب بس بنفس الطريقة، بالسالب راح يستثني الباي على 2، وكل ما يدور يعني يكمل لهنا وصل، من يوصل لهنا إلى حد هنا راح يستثني هذه القيمة الموجودة هنا ويكمل وراها، يكمل يرسم وراها، يعني أقصد الدورة مالته يكملها ورا هذه القيمة لأن غير معرفة، لذلك استثنيت الجزء الموجب والسالب، فضفت نصف دورة حتى أوصل للباي، نصف دورة حتى أوصل للباي. الآن عندي معكوسات هذه الدوال الانفيرس تريجنومتريك، معكوسات الدوال المثلثية. الدالة الأولى اللي هي y تساوي ساين x، هل يوجد لها معكوس هذه الدالة؟ دالة الساين حفظنا رسمتها، ما هي رسمة دالة الساين؟ شلون أرسمها؟ من الصفر أبدأ وأوصل للواحد هذه، وبعدين نفس الحالة أنزل المن للسالب واحد وأستمر وأستمر، هذه السالب واحد وهذه الواحد، طبعا هنا أكو باي على 2 وهنا سالب باي على 2 وهذه الباي، واستمر كل 2 باي يدور مثل ما ذكرنا. طبعا الدالة شبيهة هنا، لاحظ الدالة هنا متزايدة، طبعا هنا الدالة جاي تزيد، تبدأ من الصفر وتبدأ تزيد تزيد، ومن ثم من توصل إلى هذه النقطة واحد ايش راح يصير بيها؟ راح تبدي تتناقص الدالة لحد ما توصل للباي، تتناقص تتناقص تنزل للسالب، لاحظ تنزل للسالب وبعدين تبدي ترتفع للموجب وهكذا. اذا الدالة مرة متزايدة ومرة متناقصة، يعني بدت هنا زايدة ارتفعت من نار، ارتفعت الدالة متزايدة هنا، ثم تبدأ هنا توصل للواحد، توصل للواحد وتبدي تتناقص تتناقص تتناقص، تستمر بالتناقص متناقصة من الجهة السالبة تتناقص، ومن ثم تبدأ بالتزايد، ثم تتزايد تبدأ تتزايد الدالة حتى تكمل دورتها 2 باي. معناها أن الدالة متزايدة متزايدة وبعدها تتناقص، يعني مرة تتزايد ومرة تتناقص وهكذا إلى أن تصل، يعني تكمل الدورة اللي هي 2 باي. لذا هذه الدالة ليست متباينة، هذه التفاصيل ما أريد أدخل بها لأن واثقة أنكم ماخذينها بالسنوات السابقة. لذا بهذه الحالة، بهذه الحالة نقيد الدالة من سالب باي على 2 إلى باي على 2، راح أقيدها، راح أقيد الدالة هنا، هذا هنا بهذه الحدود راح نقيد الدالة. نقيد الدالة هنا، ليش قيدت الدالة؟ لأن أقدر أرسم، يعني من آخذ هذا الجزء خلأ أرسمها هنا لوحدها بعد التقييد، من قيدت الدالة يعني راح آخذ هذا الجزء،
خل اخلي هذه الواحد هنا، هذا الجزء اللي راح اخذه. هذا الجزء، هذا بعد التقييد. من قيدة الدالة من سالب باي على اثنين إلى باي على اثنين. الآن من أجي أرسم مستقيم، أرسم لي هنا مستقيم أفقي، راح يقطع الدالة بنقطة واحدة. أرسم هنا مستقيم أفقي يقطع الدالة بنقطة واحدة، فبهذه الحالة فتصبح الدالة متباينة. راح تسألني لماذا هذه التفاصيل؟ ليش خليت الدالة متباينة؟ خليت الدالة متباينة حتى أقدر أجد المعكوس، لأن هي الدالة غير قابلة للانعكاس. بس من أقيدها من السالب باي على اثنين إلى باي على اثنين راح تكون الدالة متباينة، لأن تقطع، يعني الآن من آخذ أي مستقيم أرسمه يقطع الدالة في نقطة واحدة فقط، فتصبح الدالة one to one متباينة. فإذا صارت الدالة متباينة X أستطيع إيجاد معكوس لها. الآن أقدر أعكسها. شنو راح أسوي حتى أعكسها؟ الـ X راح تساوي ساين Y. عكست الدالة، يعني خليت الـ X بدلا من الـ Y، والـ Y بدلا من X. كانت عندي الدالة Y تساوي ساين X بهذا الشكل، هذه الدالة مالتي. الآن شنو كتبتها؟ الـ X تساوي ساين Y. إذن منا الـ Y شنو تساوي؟ ساين إنفيرس X. شلون صارت؟ هذه الدالة أضرب في ساين إنفيرس، فشو تصير؟ ساين إنفيرس X تساوي ساين إنفيرس في ساين إنفيرس في ساين، عفوا، في ساين واي. فهذه الساين مع الساين، فشنو راح يبقى؟ واي تساوي ساين انفيرس اكس، هذا اللي بقى. فاصبحت الدالة لها معكوس. فمن تصير الدالة لها معكوس استطيع ان اجد هنا، راح مثل ما ذكرنا ان الواي صارت اقل او تساوي باي على اثنين، واكبر او تساوي سالب باي على اثنين، مثل ما ذكرت بالرسم الثاني اللي رسمته قبل شوية، بس باي على اثنين وسالب باي على اثنين. هذا الرسم اللي قيدت الدالة به. إذن الأكس شنو صارت؟ صارت، أنا قلت راح أقلب أكس بدلا من واي، واي بدلا من أكس، فشنو تصير؟ راح أرسمها مرة أخرى حتى أقدر أستخرج الأكس والواي هي باي على اثنين وسالب باي على اثنين. هذه قلبت الاكس بدلا من الواي، كانت عندي هنا باي على اثنين وهنا سالب باي على اثنين. الان راح اخلي هنا واحد وهنا سالب واحد، وهنا باي على اثنين وهنا سالب باي على اثنين. يعني قلبت قيم اكس خليتها واي، وواي خليتها اكس. هذه الدالة من الواحد منا. هذه الدالة اصبحت، هذه هي الرسمة. فصارت X قيمها، شوف شنو X قيمها، واحد وسالب واحد، والواي ما هي قيم الواي؟ سالب باي على اثنين وباي على اثنين. إذن هذا هو الدومين وهذا الرينج. أعتقد واضح الرسم، وعرفنا شلون استخرجنا المعكوس إلى هذه الدالة. نفس الحالة بالنسبة للكوساين، عندما واي تساوي كوساين اكس، دالة الكوساين أيضا حفظنا الرسم إلها، هذه دالة الكوساين، هذا الواحد تنزل للسالب واحد وتصعد وهكذا وهكذا.
وهذا الصفر، هذه الدالة شوف هنا من الواحد شبيه هذه الدالة تتناقص متناقصة هنا، فرح أقيدها من الصفر للباي هنا، راح تقلي هناك قيدتيها من سالب باي على اثنين إلى باي على اثنين، هنا ليش من الصفر للباي؟ أحتاج أنا أقيدها من الصفر للباي لأن أحتاج مستقيم أفقي واحد، يعني راح أقيدها بهذا الشكل لأن الدالة طبعا هنا غير متباينة، فلا أستطيع إيجاد المعكوس، يعني ما أقدر أجد الكوساين إنفيرز، فلازم أجعلها متباينة حتى أجعل الدالة متباينة أقيدها منها، فقط هذا الجزء أخذه هذا الصفر وهذا الباي، لماذا؟ لأنه أنا أحتاج مستقيم واحد، يعني منين ما أرسم هذا المستقيم أحتاج مستقيم واحد يقطع الدالة حتى تكون الدالة متباينة، فإذا أقيد هذه الدالة من صفر للباي أخذ أي مستقيم أقطع الدالة به أقطعها منه يقطع الدالة في نقطة واحدة فقط، فمن يقطع الدالة في نقطة واحدة فقط راح تصبح الدالة متباينة، فإذا كانت أحتاج مستقيم واحد فقط يقطع الدالة، مو شرط مستقيم واحد قد يكون واحد أو اثنين مستقيم، أحتاج مستقيم، لكن هذا المستقيم هذا المستقيم أحتاج مستقيم يقطع الدالة في نقطة واحدة حتى تصبح متباينة، يعني مو شرط يكون مستقيم واحد مستقيمين ثلاثة، المهم يقطع الدالة في نقطة واحدة حتى تصبح الدالة متباينة، فمن أقيد المجال هنا راح أحصل أقدر أجد هنا بهاي الحالة أستطيع أن أجد y تساوي كوساين انفيرز x. شلون استخرجتها؟ أصل الدالة هي y تساوي كوساين x، راح أخذ أضرب بالكوساين انفيرز الطرفين فتصير كوساين انفيرز للواي تساوي لنا كوساين انفيرز كوساين اكس هذه مع هذه فتبقى اكس تساوي كوساين انفيرز اكس تساوي كوساين الواي العفو الاكس تساوي كوساين الواي كوساين انفيرز للواي قيم اكس، راح اقلب اكس بدلا من واي فراح تصير انا عندي هنا اكس صفر وباي راح اقلبها اخليها للواي الرينج ما هو والدومين ما هو الدومين قيم واي فراح تصير قيم اكس قيم واي قيم اكس هي صفر باي راح اخليها للرينج، يعني قلبت الدالة انا قيدتها وقلبتها لان صار معكوسها وهنا أنا سالب واحد واحد بالعكس الاكس للواي والواي للاكس هذا هو راح يكون معكوس دالة الكوساين التان اكس اللي تساوي واي، ناخذ التان راح اسويها مباشرة تان انفيرس للطرفين فراح احصل تان انفيرس تان اكس تساوي تان انفيرس واي تان مع التان اذا اكس راح تساوي تان انفيرس للواي هذا هو المعكوس لدالة التان، واضح تستطيع مثل ما رسمنا دالة الساين والكوساين ترسم التان انفيرس فالواي وايضا تعكسها هذه جربها انت وشوفها الواي قيمها راح تكون اقل من باي على اثنين واكبر من سالب باي على اثنين، لماذا اقل ما خليت مساواة لان ذكرت انه التان هي ساين على كوساين فالكوساين
بالمقام فكوساين الباي على 2 هو 0، فلازم استثني الباي على 2 لانه تجعل المقام تساوي 0. كوساين باي على 2 يساوي 0، فاستثنيتها ما خليتها مساواة. اذا اخليها مساواة راح تدخل كوساين باي على 2، لان انا اجد ما عدا اصفار المقام، والاكس هنا يساوي ار. اذا الدومين يساوي ار، والرينج يساوي فترة مفتوحة سالب باي على 2 وباي على 2.